حلو انك قلتي على ان احنا ما بنتفقش ابدا على تربيه العيال. احنا عندنا مشكله تانية كمان. طيب احنا اول ما اتجوزنا ما اتفقناش على تربيه العيال، لان احنا كنا بنتفق على حاجات من وجهه نظرنا اهم ساعتها، والعيال ما كانوش موجودين. وبعدين برضو انك تبقي ايه تتفقي على تربيه العيال على المدى الطويل ممكن يبقى حاجه صعبه. لكن احنا حتى لما عيالنا بيبقوا في مشكله، امتى قعدنا مع بعض بعد ما الولد نام قلنا لا احنا النهارده واجهنا مشكله، والنهارده انا مثلا طب انت رايك ايه؟ أيوة. طب هل التصرف ده كان ازاي نتعامل هنعمل معاه؟ المشكله هنخطط المشكله دي ازاي؟ صح. طب رد الفعل الاحسن ليا وليك هيبقى عامل ازاي؟ طب لما يصحى بكره الصبح نقول له ايه؟ صح. طب على فكره انا عكيت معاه امبارح قوي وتعصبت عليه قوي وعاقبته عقاب زياده، انا عايزك انت تلم الدور، بس نفكر مع بعض هنلم الدور ازاي. ما بنعملش ابدا الموضوع ده، يعني لا بنخطط للتربيه قبل الجواز، ولو هنقول بحجه انه لسه ما جوش وان احنا لسه مش عارفين هنقابل ايه في الحياه وان احنا لسه التجارب ما اكتملتش، بنقعد مع بعض ونتكلم في كل حاجه، وممكن نقعد مع بعض ونتخانق على كل حاجه، وممكن نقعد مع بعض ونخطط لكل حاجه، هنروح فين في الصيف؟ هنسافر فين في الاجازه؟ بكره في الويكند هنخرج نروح فين؟ لكن عمرنا ما بنقعد مع بعض بنقول هنعمل ايه في مشكله الولد.